هل تخسر فرنسا نفوذها في المغرب العربي بعد انحساره في إفريقيا؟ نقطة حوار بعد قليل. المغرب العربي يبتعد عن باريس أكثر فأكثر، عبارة تجد صداها لدى كثيرين من متتبعي علاقات فرنسا الخارجية. الروابط مع المغرب في أدنى مستوياتها، سواء بسبب قضية برنامج التجسس بيجاسوس، موقف باريس الغامض من قضية الصحراء، أو حتى التأشيرات الممنوحة للمغاربة التي خفضتها فرنسا إلى حدها الأدنى. الجزائر الحال معها لا يختلف كثيراً. الماضي الاستعماري الفرنسي ما زال حجر عثرة تعرقل أي تناغم ممكن في العلاقات، لتأتي قضية النشيد الوطني الجزائري الذي يهاجم فرنسا، أو حتى قضية منع التدريس باللغة الفرنسية في الجزائر لتزيد الطين بلة. تونس علاقتها مع باريس مرتبكة، وليبيا المتفككة لم تعد موضع اهتمام كبير، فهل تخسر فرنسا نفوذها في المغرب العربي؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، ووسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442038752989 على bbcarabic.com، صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة اكس @mabdulhamidbbc. كما نحن متعودون دائما، دعوني أتوقف مع عينة من التعليقات التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي لفريق البرنامج، وأبدأها بمشاركة من صفحتنا على فيسبوك على وجه التحديد. هذه المشاركة ترى أن فرنسا لم تعد لها قيمة حقيقية بالنسبة لدول المغرب العربي، وتضيف: طاح عليه البق، عبارة مغربية تقال وتعني أن الشيء لم تعد له قيمة. هذه العبارة أصبحت تنطبق حاليا على فرنسا. أما هشام نصير فيرى أن الجفاء ما بين فرنسا من جهة ودول المغرب العربي من جهة أخرى ليس إلا سحابة صيف ستمر. ويضيف هشام هنا: التوتر لن يصل إلى حد القطيعة في العلاقات ما بين فرنسا وكل من المغرب والجزائر. بالنسبة لهشام الأمر مجرد توتر في العلاقات ولفترة محدودة. هذه مجرد عينة من الآراء التي جاءت لفريق البرنامج. أدعوكم أن تستمروا في الإدلاء برأيكم، وسنعرض بعضا مما يأتينا إلكترونيا لاحقا. لكن سريعا أريد أن أرحب بضيوفي على تقنية زوم، نورة، عادل، مهدي ومحمد كذلك. يا أهلا وسهلا بحضراتكم. وكذلك على الأقمار الصناعية أريد أن أرحب بضيفي من الرباط، الدكتور مصطفى المريني، أستاذ التعليم العالي، رئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والأبحاث. دكتور مصطفى، سنبحث، أهلا وسهلا بحضرتك طبعا أولا، سنبحث بالتفصيل عن سبب هذا التوتر، لكن أريد تقييمك العام. هل نحن أمام شقاق عميق حقا ما بين الجانبين؟ ما حجم الشقاق ما بين فرنسا والمغرب؟ مساء الخير، أولا شكرا على الاستضافة. يعني اسمحي لي بالمناسبة، وهذا خبر عاجل يعني وصلني شخصيا، علي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030، لنهني أنفسنا ونهني العرب والأفارقة يعني بهذا الإنجاز التاريخي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي باتت للمغرب بين الدول والأمم. أعود إلى سؤالك سيدتي، وأنا أشاطرك الرأي أن العلاقات يعني بين باريس والرباط يعني خاصة على المستوى الدبلوماسي والسياسي ليست يعني على غير على ما يرام. إذ المؤكد أن هذه العلاقات باتت تعرف في الأشهر الأخيرة يعني تدهورا مستمرا. والسؤال يعني عن الأسباب التي أدت يعني إلى هذا التدهور، أعتقد أن في تقديري أن ثمة يعني أكثر من سبب يعني، ولكن اسمحي لي إذا أذنت لي أن أركز على سبب واحد أعتبره في تقديري هو السبب الأساس والرئيس الذي يعني أدى إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط. يعني وهذا يعني
واسمحي لي أن أشرح هذا السبب إذا سمحت لي ضمن السياق التالي. يعني خلال السنوات الأخيرة يعني لاحظنا تكريس توجه أو تكرس تكريس توجه دولي يعني داعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء، يعني من خلال اعتراف يعني دول كثيرة بالسيادة المغربية على الصحراء مباشرة أو عبر دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء. وفي مقدمة هذه الدول كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية كثيرة مثل ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، هولندا، وفضلا عن دول من مختلف القارات، ويعني بل إن ثمة دول يعني اختارت أن تترجم مضمون اعترافها على الأرض من خلال فتح قنصليات في مدينة العيون والدخلة، وقد بلغ هذه القنصليات يعني 26 قنصلية وهي مرشحة. هي فكرة الصحراء المغربية إذن يا دكتور كقضية أساسية، واضح أن حضرتك اخترت أن تبدأ بها وليس اختيار حضرتك فقط، يعني كثير من الآراء التي وصلت إلينا تركز كثيرا على قضية الصحراء، لكن نحن أيضا تجولنا في شوارع الرباط نفسها وسألنا المغاربة بشكل عام لماذا من وجهة نظرهم أثار تعامل الدبلوماسية الفرنسية مع الرباط غضب المغاربة. المغرب ديال الأمس مش هو المغرب ديال اليوم، إذن تعامل في إطار التعالي والعنصريات لا يجدي نفعا. الآن الإفريقي المغربي المغاربي وعى مجموعة من 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 من, من السلوكات. ما كنسمحوش لأي دولة أنها تمس بالسيادة المغربية، وبالتالي احنا ننتقد انتقاد اللي هو منطقي وطبيعي لأي دولة كيف ما كانت فرنسا أو غيرها أنها تقوم بهذه السياسة تجاه البلد ديالنا اللي هو المغرب. سواء كانوا معنا سواء ضدنا، وهما ما بغاوش يحدوا فهمتي رجل هنا رجل هي، سي با سا سكون فو، سكون فو سي كيوضحوا معنا كل شيء. والصحراء المغربية سورتو لو بروبليم ديال الصحراء المغربية ما بغاوش يوضحوا. هي دولة مازال عندها تفكير قديم جدا بأن المغرب هو دولة ضعيفة في جميع الميادين، سواء الميادين السياسية الاقتصادية. المغاربة راه يعني كما تنقولوا حنا عندنا خط أحمر، أن القضية الصحراء المغربية خط أحمر سي ماكرون، ما تفوتناش الحدود ديالو، وحنا بغينا هذاك التوتر الدبلوماسي ما بغيناش يبقى. حق المغرب مقاطعة فرنسا طالما فرنسا تعارض مصالح وحدته الترابية. طيب معظم هذه الآراء التي جمعت مباشرة من المغرب أكدت على أن فكرة العلاقات المغربية الفرنسية مستقبلا لابد أن ترتبط بمدى موقف باريس من قضية الصحراء. هذا يتقاطع مع ما ذكرته أنت دكتور مصطفى منذ قليل، هي قضية مهمة جدا جدا طبعا ومصرية بالنسبة للمغرب، لكن البعض ينتقد فكرة أن هذه القضية تحولت إلى النظارة التي تنظر بها أو ينظر بها المغرب للعالم بالمجمل ويقيم من خلاله حجم العلاقات. هل هذا هو ما يحدث مع فرنسا؟ نعم، عفوا اخي محمد، نعم يعني لان المغرب يعني وفي يعني استمرارا لما قلته، كان المغرب يامل يعني كان يامل ويرغب ان تتصدر فرنسا يعني التوجه الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، من منطلق ان فرنسا تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واستراتيجية، ومن منطلق ان فرنسا لها علاقات تاريخية واستراتيجية وهي الاقرب الى 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 الى, إلى المغرب. لكن للاسف الشديد فرنسا خيبت امل المغرب، واضطر المغرب إلى توجيه تنبيه إلى فرنسا من خلال خطاب لجلالة الملك أعتقد في ثورة الملك والشعب، ودعا فيه جلالة الملك الدول يعني الشركاء التقليديين والجدد للمملكة المغربية إلى توضيح موقفهم بما لا يقبل مجال للتأويل في شأن قضية الصحراء، وأكد جلالته أن الصحراء يعني باتت النظارة التي يرى المغرب العالم بها والمقياس الذي يقيس به شراكته مع يعني مع العالم. لكن مرة أخرى فرنسا للأسف الشديد لم تتفاعل مع هذا الخطاب في الوقت الذي تفاعلت معه دول أوروبية وزنة مثل ألمانيا وإسبانيا اللتان كان لهما موقف لا يقل التباسية عن الموقف الفرنسي. اليوم باختصار شديد حتى لا أطيل، اليوم الكرة كما يقول معلق مباراة كرة القدم عند قصر الإليزي.
وساكن قصر الإليزي أو ساكن الإليزي يعرف ما هو المطلوب منه وما هو الباب الذي يجب أن يطرقه إذا كان حقا جادا في الحفاظ على العلاقات التاريخية ومفهوم. لكن المخاطرة بهذه العلاقات يا دكتور مصطفى إلى هذا الحد، إلى حد أنه لا يوجد سفير مغربي في فرنسا، إلى حد المخاطرة بملف علاقات اقتصادية هي واحدة من الأهم على الإطلاق بالمغرب، فقط تعليق هذا الأمر على ملف الصحراء في وقت فرنسا لم تعترف مثلا بالجانب الآخر، لكن موقفها متردد، دعنا نصنفه كذلك. لكن في يعني المغرب قرر يعني بشكل حاسم ان يعني الموقف من الصحراء هو المحدد لعلاقته مع الدول الاخرى. هذا الموقف لا ينسحب على فرنسا فقط، انما كان ينسحب على اسبانيا والمانيا اللتان راجعتا موقفهما وتفاعلتا مع الدعوه المغربيه بضروره مراجعه موقفهما وراجعتا موقفهما لصالح المغرب. فحديثك سيدي الكريم عن العلاقات الاقتصاديه، فرنسا هي المستفيد الاول من هذه العلاقات، فهي ما زالت الى اليوم يعني حاضره بقوه في المجالات الاقتصاديه والمجالات الثقافيه ومجالات اخرى، بمعنى ان فرنسا هي المستفيده من علاقتها مع المغرب، والمغرب اليوم اصبح يعني شريكا مطلوبا لدول اخرى، ولا طيب. شيء يمنعه ولا شيء يمنع يجعله يعني مضطرا لان يبقى في علاقات مع شريك طيب. اسمح لي اتم، مع شريك لا يحفظ قضاياه الحيويه. يعني هذا مفهوم يا دكتور مصطفى، لكن خليني أبحث في النقاط الأخرى كذلك مع بعض المتابعين على زوم. نورة معي على زوم. أستاذة نورة أهلا وسهلا. طبعا قضية الصحراء هامة جدا، ونعرف أنها ربما تكون القضية الأولى، لكن هل هي فقط المسؤولة عن تدهور العلاقات ما بين الطرفين؟ أي ملفات أخرى تعتقد أنها تساهم في هذا الأمر كذلك؟ شكرا سيدي الكريم. كما نعلم أن العلاقات المغربية الفرنسية متوترة، كما هو الحال بالعلاقات في إفريقيا بشكل عام والمغرب على غرار باقي الدول في إفريقيا، سواء في غرب إفريقيا أو في شمال إفريقيا، كما هو الحال في تونس والجزائر. أيضا المغرب علاقته بفرنسا مؤخرا هي نوعاً ما علاقة متوترة. هذا يعود إلى العديد من الأسباب، لا يمكن أن هي بطبيعة الحال أنها حجر الأساس هو قضية الصحراء المغربية، باعتبار أن المغرب يعد قضية الصحراء قضية المنظار الذي يرى به، الذي يصنف به علاقاته، الذي يقيم به علاقاته وشراكاته مع الدول. فرنسا فرنسا لها موقف ربما يحسب إليها باعتبارها كانت تقف بجانب المغرب في الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن أيضا، لكنها لا تزال تحتفظ بموقف ضبابي، موقف غامض تجاه موقفها من قضية الصحراء المغربية. الصحراء نعلم جيدا هذه النقطة يا أستاذة نورة، لكن حتى قضايا أخرى، لأنه مثلا مؤخرا البعض توقف كثيرا عند فكرة ما بعد زلزال وفكرة المساعدات التي عرضتها فرنسا وتم رفضها من جانب المغرب، وقيل أن وصول الأمر إلى هذه الدرجة مؤشر خطر وبصراحة لا مبرر له، يعني مخاطرة كبيرة في العلاقات ما بين الطرفين. طبعا هذا رد من المغرب كرد تراكمي كمجموعة من الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا. نرى مثلا كمشكل التأشيرات التي طرح مؤخرا، التحامل الإعلامي على المغرب، أيضا إثر الزلزال كان هناك خطاب يحمل نوع من لا يخلو من اللهجة الاستعمارية القديمة التي لا تزال تعتقدها فرنسا أن الشعوب الإفريقية لا تزال تحت حمايتها وتحت سيطرتها، باعتبار ماكرون قدم خطابا مباشر يناشد فيه ويخاطب فيه
المواطنين المغاربة دون أي اعتبار. بس يعني هل تعتقدين أنه إذا كان حدث ذلك من رئيس دولة أخرى لا يوجد بينها وبين المغرب هذا التوتر، كانت ستكون ردة الفعل بهذه الطريقة؟ مبدئيا المغرب كغيره من دول لديه سيادة، لديه سلطات، هي من يجب أن تقدم، هي من تقدم له الأوامر، هي من تنهي، وليس دولة أخرى. نحن ليس مشكل بفرنسا بحد ذاتها، وإنما لا نقبل الوصاية والتبعية لأي دولة، لأي دولة كانت. نحن لا نريد أن نغير عباءة مستعمر بمستعمر آخر، أو حتى فكرة التبعية وانتقاد التعالي هذه وصلتني بأكثر من وسيلة ومن أكثر من دولة ربما كانتقاد للسياسة الفرنسية، وسنناقشها طبعا بالتفصيل. لكن يا دكتور مصطفى، ربما البحث عن مستقبل العلاقات الآن واجب، يعني ما بين فرنسا والمغرب حتى وإن كان كل هذا الاضطراب والارتباك، الدولتان حليفتان على مدى سنوات طويلة جدا، ولكن ليس الآن طبعا. كيف ترى مستقبل العلاقات في الفترة القادمة، وكيف يمكن أن تتحسن أو لا قدر الله تزداد سوءا؟ نعم نعم سيدي، العلاقات يعني بين الرباط وباريس لم تصل بعد إلى حد القطيعة، وأنا في تقديري لن تصل إلى حد القطيعة، ولكن يعني ربما الرئيس الفرنسي الحالي يعني لا يحسن أو لم يحسن يعني في قراراته وسلوكاته مع في تعامله مع المغرب، يعني ليس في المستوى الذي يحفظ يعني هذه العلاقات من الانزلاقات ومما يمكن ان تؤول اليه. كما قلت يعني سابقا ان الكره اليوم في مرمى الإليزي، صراحه الكره اليوم في مرمى الإليزي، والرئيس الفرنسي يعرف ما هو المطلوب منه وما هو الباب الذي يجب ان يطرقه، لانه موضوعيا المغرب لم يطلب المستحيل، هو يطلب من شريك استراتيجي مثل فرنسا أن تحفظ قضاياه الحيوية، لأنه لا يعقل أن تدخل في أن تكون لك شراكة مع دولة تستنكف عن دعم قضاياك وتستمران في نفس الشراكة، هذا لا يكون حتى على المستوى الإنساني، فما بالك بالعلاقات بين الدول. يعني هذا التوجه الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية يحتاج المغرب اليوم من شركائه أن يدعمه لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، لأن هذا النزاع، الانتقاد الذي يوجه للمغرب في هذه الحالة حتى وإن كانت فرنسا مخطئة من وجهة نظر البعض، أن ردود الفعل أحيانا ما يكون مبالغ فيها أو عاطفية إلى حد كبير، يعني هل تعتقد أن ما حدث مثلا وقت الزلزال ورفض المساعدات، أو حتى الآن كما ذكرت في السابق لا يوجد سفير لدى البلد في فرنسا، الملفات الشائكة المطروحة ما بين الجانبين تستحق هذا الأمر؟ والله فيما يتعلق يعني المساعدات التي يعني اعربت فرنسا عن تقديمها للمغرب يعني في زلزال الحوز، يعني اعتقد ان الصيغه يعني الصيغه التي عبرت بها فرنسا لم تكن مناسبه، ويعني ان المغرب ارتأى يعني لانه عرف ان لديه قدرات، ولديه لان المغرب اليوم يعني بطبيعه الحال هو ليس مغرب الامس، المغرب يتوفر على قدرات وعلى كفاءات، وقد راينا في الزلزال كيف ان يعني السلطات المغربيه كانت يعني كفؤه وتعاملت مع هذا الحدث الجلل بكل ما يجب من الفعالية والنجاعة، وبالتالي ارتأت أن يكون هذا اختبار لنفسها أولا على التعامل مع مثل هذه الزلازل، مع مثل هذه الظواهر، وكان هذا يعني وبالتالي لم ترفضي، إنما اعتبرت أنها محتاجة ليس إلى الدعم الإنساني أو الدعم الغذائي أو ما إلى هناك، ربما إلى دعم تقني، وسيكون بالتوافق مع الدول فيما بعد. أنا لا أعتقد، لكن هي في هذه النقطة تحديدا يا دكتور مصطفى قبلت مساعدات من دول أخرى، ولذلك كان الانتقاد أن هذا الرفض موجه لفرنسا على وجه التحديد. لكن عموما أنا أفهم الخطوط العريضة لحديث حضرتك، فكرة علاقات متساوية تقوم على الاحترام المتبادل إذا أردنا أن نتقدم في العلاقات ما بين الجانبين. دكتور مصطفى المريني، أستاذ التعليم العالي ورئيس مركز الحوار المغربي للدراسات والأبحاث، شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا سأستكمل البرنامج بلقاءات أخرى ربما نبحث فيها عن العلاقات الفرنسية
مع دول أخرى، مع الجزائر، مع تونس مثلا، مع المغرب العربي بالمجمل. لكن أريد أن أتوقف مع بعض المشاركات أونلاين، منها ما يقوله لنا درغام الذي ذكر بعض أسباب التغير في علاقات فرنسا مع المغرب العربي، ويقول هنا: فرنسا أهانت الدول العربية والإسلامية واستغلت مواردها كثيرا، الآن وفقا لدرغام آن الأوان كي ترحل عن هذه البلاد بعد أن امتد إليها نفوذ روسيا. أما أدهم فيمضي تقريبا في ذات الاتجاه ويقول إن فرنسا سيئة التاريخ، هكذا يصفها، وكذلك الرأسمالية الغربية، ولا يعني رفض فرنسا القبول بغيرها. أما طارق فتحدث عن أسباب انحسار النفوذ الفرنسي في إفريقيا، ويقول هي عن جهية فرنسا واستكبارها وعنصريتها من أهم أسباب فقدان إفريقيا. عبد العزيز لديه فكرة أخرى ربما عن فكرة الخلافات ما بين فرنسا والمغرب العربي، ويرى أن تعكر العلاقة ما بين الجزائر وفرنسا هو أمر متصور، أما أن تكون العلاقة قد ساءت حقا ما بين المغرب وفرنسا فهو لا يرجح هذا التصور. محمود تحدث عن الجفاء الكبير في العلاقة ما بين فرنسا والدول الأفريقية أيضا، وبالنسبة له من أسبابه أن فرنسا التي استفادت كثيرا من الدول الأفريقية لم ترد الجميل إلى هذه الدول، فكان التمرد والبحث عن بديل. بالنسبة لمحمود هنا وكما قال متصل آخر، البديل هو روسيا في هذه الحالة. هل هذا هو فعلا ما يحدث؟ هل نحن أمام بديل للعلاقة مع فرنسا؟ خليني أسمع رأي مهدي يتحدث من تونس. يا مهدي أهلا وسهلا بحضرتك، اتكلمنا بالتفصيل عن المغرب وأريد أن أعرف الحالة في تونس وتوصيفك للعلاقة مع باريس الآن على وجه التحديد بين الجانبين. شكرا لك سيدي الكريم. أولا حب أن نتكلم بالدارجة لو تسمح التونسية، أو كان ما فهمتنيش وقفني. أولا ألف مبارك، ألف مبروك للمغرب على تحصل على الكأس العالم، تصفية كأس العالم، وبإذن الله نرى كأس عالم جيدة دون ترشح المنتخب الفرنسي له بإذن الله. ثانيا فرنسا سيدي الكريم، اليوم أنا سميت الفترة التي نعيش بها اليوم بالربيع الفرنكوفوني، يعني كما شاهدنا في الدول العربية العديد منها تحرر من الدكتاتوريات بداية من تونس إلى مصر إلى بلدان أخرى، اليوم قاعدين نشوفه في دول في إفريقيا نحييها على شجاعتها، فهي قاعدة تتحرر من الدكتاتورية الفرنسية، وهذا شيء جميل جدا، وأتمنى أنه نراه في دول المغرب العربي في القريب العاجل، لأنه للأسف وإلى يومنا هذا فرنسا مسيطرة على الاقتصاد وعلى التجارة وعلى العديد من المسائل الأخرى، ولن أريد أن أدخل كثيرا في السياسة، فهي مسيطرة بعض ما في عديد الدول في المنطقة. بس خلينا في تونس على وجه التحديد يا مهدي، لأنه بعض من تواصل يقول أن العلاقة فاترة، البعض الآخر يقول لا بالعكس هي علاقة تبدو جيدة إلى حد كبير وفقا لمعطيات الوقت اللي احنا فيه. تصنيفك للعلاقة ما بين تونس وباريس؟ لن أحدثك عن العلاقة علاقة الحكومة التونسية أو الرئاسة أو السلطة التونسية بالسلطة الفرنسية، بل أتحدث باسم الشعب وباسم التونسيين، وعدد كبير من التونسيين أستثني منهم النخبة أو الذي أسميهم الجالية الفرنسية في تونس، الذين يدافعون عن مصالح فرنسا في تونس أكثر من الفرنسيين. الشعب التونسي اليوم يدعو أن تونس ترفع يديها، أن فرنسا ترفع يديها عن تونس، فلم نرى شيئا من فرنسا منذ 100 أو 150 سنة. رأينا منها قتل لشهدائنا، اغتصاب لنسائنا إلى يومنا هذا. يعني مع كل التقدير والاحترام، يعني فات عليه عقود وعقود يا مهدي، هل من المنطقي أن يستمر هذا الخطاب الآن في هذا التوقيت دون العمل على تحسين العلاقات ما بين الجانبين بدلا من ذلك؟ سيدي الكريم، الكيان الصهيوني إلى يومنا هذا حين تتهجم عليهم يذكرون لك ما صار لهم في ألمانيا وما قام بهتلر لهم، فكيف لي كتونسي أن لا
أذكر بتاريخ من قتل جدو أجدادنا ومن اغتصب نساءنا سيدي الكريم. فلكل قطرة دم تونسي ماتت منذ 100 أو 200 أو 300 سنة تبقى عزيزة على كل مواطن. يعني هي فكرة الإرث الاستعماري لفرنسا أيضا نقطة مهمة جدا، وربما من أكثر الدول اللي فيها حديث عن هذه النقطة وأثارت جدل كبير جدا ما بين الطرفين هي الجزائر. من هناك عبر الأقمار الصناعية أرحب بضيفي الأستاذ سليمان زرقاني، هو نائب البرلماني وكذلك عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم. أستاذ سليمان أهلا وسهلا، هل نحن أمام سحابة صيف كما يقال في التوتر في العلاقات ما بين الجانبين، ولا تعتقد أن الشقاق حقيقي ما بين الجزائر وفرنسا؟ العلاقة بين الجزائر وفرنسا، يعني بداية نرحب بالجميع وبضيوفك الكرام بالمشاهدي بي بي سي. العلاقة بين الجزائر وفرنسا، إذا كانت العلاقة بين دول المغرب العربي تونس والمغرب علاقات، يعني العلاقة بين الجزائر وفرنسا خاصة جدا ويعقب عليها التوتر الشديد. أعتقد أن الذهنية أو الخلفية الاستعمارية أو الفكرة الاستعمارية في تعامل فرنسا مع الجزائر بقيت للأسف ملاصقة للمعاملات الدبلوماسية وكل التعاملات بين الجزائر وفرنسا. لكن أعتقد أن مباشرة بعد حراك 2019 تغير الأمر بتاتا بالنسبة للجزائريين وبالنسبة للدولة الجزائرية ككل، وأضحت الجزائر تتعامل مع فرنسا بندية، ونوعا ما ضربت الغطرسة الفرنسية التي امتدت في كل المجالات. فالعلاقة الجزائرية الفرنسية حاليا أعتقد أصنفها أنها من أسوأ العلاقات في تاريخ البلدين، وأيضا الجزائر تتجه إلى خطوات قادمة ربما ستعكر المزاج الفرنسي، وأكيد هي لمصالح الجزائريين وللجزائر. طيب أنا ربما بحاجة أن نسأل، لماذا الآن أسوأ مما مضى، وما هي هذه الخطوات التي ستتخذها الجزائر يا أستاذ سليمان؟ لكن أنا أدعوك أيضا أن تسمع بعض الأصوات التي جمعناها من بلدك من الجزائر، تحديدا من العاصمة الجزائر. كاميرا برنامج نقطة حوار تجولت هناك وسألنا سؤال مباشر، لماذا تنأى الدبلوماسية الجزائرية بعلاقاتها عن فرنسا؟ الجزائر ماشي الدولة الجزائرية، ابتعاد الدولة الفرنسية، خاطر هنا قضية نتاع على الدبلوماسية نتاع الخارج، قضية نتاع مصالح. حنا ما لقاوش فينا مصالح، قاعدين يبعدوا وقاعدين يسبوا لنا مشاكل وحنا ما رضاوش. حتى فرنسا مازال دايرة بالها أن الجزائر مستعمرة، لهذا حنا كي درنا يعني بعدنا عليهم، يعني حاجة مليحة أولا في الاقتصاد تاعنا، وكما يقولوا حتى الدبلوماسية الجزائرية عاود طردت الهيبة تاعها. نورمالمون الجزائر تنحي كاع العلاقة مع فرنسا، أما تبقوا سياسة إبليسية فرعونية، يعني نمروا مرحلة عويصة وصعبة، يعني مازالوا مع علاقة يعني بينها بين الجزائر وبين فرنسا، هما يقطعوا كاع العلاقات. فرنسا تشوش على الجزائر عدة مرات وتحاول إحباط معنويات الجزائر. فرنسا فقدت توازنها في من ناحية في الدول الإفريقية وخاصة الدول الجزائرية، أصبحت كما قلنا بين قوسين خرجت من يديها. وهذا هي تراهي تعتبر ضربة قاضية لفرنسا. طب يعني بالمجمل شكوى من نظرة فرنسية دونية للجزائر التي مضى على استقلالها عن فرنسا 61 عاما. أستاذ سليمان كنت تقول إن هذه الفترة هي الأسوأ على الإطلاق، لماذا هي الأسوأ وما الذي تنوي أن تقوم به الجزائر كخطوات قادمة كما ذكرت؟ كما سمعنا سابقا أن الواقع أو علاقات الجزائرية الفرنسية هي من منطلق شعبي. حراك 2019 صرخ الشعب بكل قوة أن السبب الرئيسي لأزمة الجزائر على الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية هو التدخل الفرنسي المقيت الذي كان ينخر الاقتصاد الوطني، وكان يرى في الجزائر ومؤسساتها وثرواتها الباطنية تلك البقرة الحلوب، بل تدخل في كل المجالات في القطاع التربوي، تدخل بشكل رهيب جدا ومرر وجعل الفرنسية هي الغالبة في مدارس الجزائر وفي جامعاتها
كان يتدخل بشكل سافر في مقدرات الجزائر ونهب ثرواتها والضغط على النظام الجزائري السابق من خلال منح عقود، واعتقد انه هو منح لاموال الشعب الجزائري ومنح لممتلكات الشعب الجزائري. فالنظرة التي كانت للشعب الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي بقيت تقريبا كما هي، لأن فرنسا بقيت تتعامل مع الجزائر لطيلة سنوات بعد الاستقلال بعقلية استعمارية، عقلية استعلائية، عقلية لا يجب أن تكون بين بلدين ولا يجب أن تكون تجاه دولة تملك من المقدرات ودولة ذات سيادة ودولة تطمح ويطمح شعبها لأن تكون ذات دولة سيادة. فأعتقد أن الشعب الجزائري الآن ومن خلال التصريحات التي لاحظتها وهي تقريبا يعني تعبر عن آراء جل الجزائريين، إنما قل كل الجزائريين اتجاه فرنسا. أكيد طيب العلاقات الجزائرية الفرنسية لا تزال مستمرة ربما في الجانب الاقتصادي بحكم علاقات متساوية فيها ندية، هذا أبسط شيء يفترض أن تكون عليه العلاقة ما بين الدولتين. لكن أيضا فكرة الإصرار على الاعتذار عن الماضي الاستعماري الفرنسي ووضع هذا الأمر كأنه الحجرة العثرة أمام ضبط العلاقات ما بين الطرفين، اعتذار رسمي. ماكرون يقول لن أطلب الصفح عن ما حدث قبل عقود كثيرة. أليس من الأولى الآن محاولة بناء علاقات سليمة صحية قائمة على الندية صحيح لكن بعيدا عن هذا الماضي؟ الجزائر بالنسبة لملف الذاكرة، هو يسمى بملف الذاكرة في الجزائر وهو مؤلم حقيقة للجزائري، لأنك تتحدث عن 132 سنة من الاستدمار، 130 سنة صنف كأنه أسوأ استدمار في تاريخ البشرية، تتحدث عن 6 ملايين جزائري راحوا ضحية التعذيب والتقتيل والتهجير والتنكيل الفرنسي. ليس بالسهل أن يكون هذا الأمر بالنسبة للجزائريين شيء عابر وأن نتخلى عن هذا الأمر. والأمر الآخر إصرار الجانب الفرنسي على عدم الاحتراف بجرائمه تجاه الجزائر واستفزاز الجزائر. نلاحظ آخر تصريحات ماكرون يتحدث عن الجزائر بعنصرية، يتحدث عن الجزائر بذهنية المستعمر وكأنه لا زال يستعمر الجزائر، ويتحدث عن أن الجزائر التي جاءت قبل تاريخ أجداده وقبل أن يولد ويولد أجداد أجداده يتحدث عليها كأنها جاءت بالأمس. فهذه العنصرية الفرنسية التي ستكلفتها وستكلفها غاليا اتجاه بلدان إفريقيا وبالأخص الجزائر، لأن فرنسا تخلت عن أو منحت الاستقلال لكل دول إفريقيا وتركت الجزائر تعتقد أنها هي الملجأ وكانت ترى بأن الجزائر ستكون مقاطعة فرنسية. لكن أبناء الجزائر، أحرار الجزائر، الشعب الذي تقلد أو نهل من محاضن جمعية علماء المسلمين ومن جيش التحرير الوطني وثورة الجزائر وبيان أول ثمبر أبى إلا أن ينأى بنفسها وأن يترك السياسات الفرنسية ويضربها في عنق. طيب الجزائر خليني أفضل يعني لا تطلب أو أضل في الجزائر يا أستاذ سليمان، خليني أضل في الجزائر أرجوك، لكن مع عادل. عادل يتحدث إلي على زوم من الجزائر أيضا. عادل أهلا وسهلا. إذن الماضي الاستعماري والاستعلاء وعدم المساواة في العلاقات هي أكثر ما يوتر العلاقات ما بين الطرفين ويستفز الجانب الجزائري. هل هناك قضايا أخرى تعتقد تتحكم في السوء الذي وصلت إليه العلاقات ما بين الطرفين؟ شكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. حسب رأيي العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بأسوأ مراحلها، وهذا ليس ولد اليوم، لأن كثير من الأحيان دائما ندخل في جدب مع فرنسا. أما اليوم فأرى بأن الأزمة الكبرى بيننا وبين فرنسا تعود إلى تاريخ الاستعماري، فقط الاستعمار وما وقع في 132 سنة إلى تعالي فرنسا إلى العقلية الاستعمارية والفلسفة الاستعمارية الفرنسية تجاه الجزائر وتجاه المغرب العربي ككل. وزيد على هذا حتى المنافسة الشرسة الموجودة على منطقة المغرب العربي عامة والجزائر خاصة من طرف دول أخرى سواء أوروبية مثلا كألمانيا، إسبانيا، إيطاليا. مع العلم اليوم إيطاليا الشريك الأول الأوروبي في الطاقة مع الجزائر، وهناك يعني تزايد نفوذ للصين الشعبية وروسيا الاتحادية وتركيا. حتى رأينا في العديد من المشاريع الاستثمارية في البناء في البنية التحتية هنا في الجزائر، فيها
شركات صينية وشركات تركية. يعني نحن أمام استغناء تام، تعتقد هل الجزائر تنوي الاستغناء التام عن العلاقات مع فرنسا في هذه الحالة؟ هو حقيقة لا نستطيع الاستغناء التام عن العلاقات، ممكن تدريجيا، لأنه هناك مثل ما قال الأخ تونسي، هناك بعض الأشخاص أو بعض الأشخاص من يخدمون مصالح فرنسية سواء في هرم السلطة أو حتى في الأوساط الشعبية متجذرون، يعني حقيقة صعب المنال. بس بالمقابل هناك أيضا خطوات يراها البعض استفزازية، يعني فكرة مثلا الإصرار على الفقرة الثالثة من النشيد الوطني، وهي كانت فقرة يتم التغاضي عنها في السابق، وتهاجم فرنسا بشكل مباشر من أيام بعد الاستقلال مباشرة، ألا ترى أن في ذلك استفزاز وكأن الجزائر تسعى للدفع باتجاه توتير العلاقات أكثر؟ نعم، وهناك استفزاز قبل من طرف ماكرون الذي نفى بوجود أمة جزائرية قبل 1962، وهذا رد فعل، ولكل فعل رد فعل والكثير. وهناك أيضا حتى المغرب هناك مشاكل في منطقة الساحل سواء في النيجر والمالي، وفرنسا تريد أن تجعل من المنطقة منطقة يعني منطقة يعني إنتاج إرهاب، وهذا ما سيجعل الجزائر في خطر. لكن بالمقابل هي أيضا بتخسر نفوذها بشكل أساسي كما يقول الكثيرون، أولا في إفريقيا والآن حتى في المغرب العربي أستاذ عادل. لكن أنت طرحت الكثير من البدائل والعلاقات الجيدة تنوي الجزائر أن تتجه إليها، ومن ضمن هذه البدائل أيضا يا أستاذ سليمان روسيا. أكثر من مشارك من الجزائر قال لنا أن الجزائر ربما تتجه إلى روسيا، فرنسا قلقة من التقارب مع الجانب الروسي. هل تنجح هذه العلاقات في استبدال العلاقات التاريخية التي يفترض كانت متينة ما بين الجزائر وفرنسا؟ هو الحديث عن العلاقات الجزائرية ليس هو بلباس نغيره، أو العلاقات الجزائرية مع الدول ليس بلباس نغيره بين لحظة وأخرى، وإنما الجزائر الآن في مرحلة جديدة في الجانب الدبلوماسي، وهو بناء أي علاقات على مصالح الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل مصالحها بجملة واحدة. أعتقد أنه من غير المعقول أن تخرج الجزائر من حضن فرنسا وسلطاتها إلى حضن آخر. لا، الجزائر الآن تتجه إلى إقامة علاقة مع أي دولة تخدم مصالحها بسيادة، وتتعامل معها بالند للند ورابح، ولا تتعامل معها بتلك الذهنية الاستعلائية كأننا عالم أول مقابل عالم ثالث. الجزائر فيها فرص للاستثمار الأجنبي لمختلف الدول، فيها حجم تبادل تجاري كبير جدا في مجالات الطاقة ومجالات خارج الطاقة والمحروقات، فبالتالي الجزائر الآن هي التي ستقيم علاقاتها، ليس فرضا من أحد أو مجرد أنها تهرب من فرنسا وترتمي في حضن آخر. الجزائر الآن تتجه لتنوي علاقات مثل العلاقة مع الجانب الإيطالي كذلك، خاصة في مجال الطاقة. يا أستاذ سليمان أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التواجد معنا. السيد سليمان زرقاني النائب البرلماني الجزائري، شكرا جزيلا لحضرتك. وخليني أذهب لفرنسا هذه المرة على زوم معي محمد أيضا. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. واضح الغضب الكبير سواء من المغرب أو من تونس أو من الجزائر كما استمعنا اليوم. بما أن حضرتك موجود في فرنسا، هل فرنسا مدركة لحجم هذا الغضب في هذه الدول الثلاث، وهل يمكن أن تتحمل تكلفة خسارة العلاقات معها؟ شكرا على الاستضافة، استمعت الأطراف كلها. أعتقد علاقة تربط فرنسا بالدول المغاربية كل من تونس والجزائر والمغرب هو علاقة استعمار أولا. ثانيا، حتى بعد الاستقلال من استقلال تونس والجزائر والمغرب، جاليات كثيرة تونسية مغرب جزائريين رحلوا إلى فرنسا، تبعنا فرنسا وجينا والآن نعيش فيها، ونتكلم على جيل ثاني وجيل ثالث وجيل رابع. العلاقات متوترة فعلا لكن متفاوتة ما بين تونس وفرنسا، ما بين الجزائر وفرنسا، أعتقد أن العلاقات هي متوترة جدا مع الجزائر خاصة. طب بما أن حضرتك من تونس أصلا، نعم. كيف تقيم الشق التونسي؟
فيها غضب في النظام التونسي على ويرفض قيس سعيد يرفض الهيمنة والسيطرة الفرنسية، لكن ليس هناك قطيعة، ما زالت العلاقة موجودة، علاقة دبلوماسية، علاقة اقتصادية، تبادل تجاري ما زال موجود. والضعف الخطاب الأنظمة العربية في كل من الجزائر وتونس والمغرب هو الذي يجعل فرنسا ما تواصل في ممارساتها العنصرية. طيب بهذه النقطة أستاذ محمد ونقاط أخرى اسمح لي أن أنا أتحول إلى ضيفي الآن الأستاذ هلال العبيدي الصحفي والباحث السياسي من باريس. أستاذ هلال أهلا وسهلا بحضرتك. الغريب أن سيكون مع أستاذ هلال. أستاذ هلال أهلا بحضرتك. الغريب أن ماكرون يعترف بفكرة تراجع الدور الفرنسي في هذه البقعة في المغرب أو في شمال إفريقيا، لكنه يرفض الاعتراف بدوره هو في هذا التراجع. لماذا؟ هل له دور فعلا؟ نعم، تحية لحضرتك والمشاهدين بي بي سي الكرام. حقيقة قبل الإجابة على سؤالك، يعني أنا أستغرب وأنا أسمع مداخلات الضيوف عن وجود الهيمنة الفرنسية في هذه الدول. هذه الدول أخذت استقلالها، الجزائر، المغرب، تونس، ويعني تقريبا منذ أكثر من نصف قرن. الآن التكلم عن الهيمنة والاستعمار وكل هذا، يعني هذه أنا أعتقد أنها موروث شعبي وليست يعني آلية دبلوماسية للحديث عن العلاقات التي تربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وهذه العلاقات لو رجعنا إلى نظرة تاريخية سريعة سنجد أن كانت في مد وجزر، يعني منذ في المغرب منذ نفي الملك محمد الخامس ثم العودة ثم إلى مشكلة المهدي بن بركة وقطع العلاقات الدبلوماسية في زمن ديغول ثم إلى كتاب صديقنا الملك الذي كتبه كاتب فرنسي وشرح فيها قضايا كثيرة. أيضا كانت هناك أزمات كبيرة حدثت في العلاقات بين فرنسا وبين هذه الدول، ونأتي على قضية الجزائر وعودة الفقرة الثالثة التي كانت غائبة في زمن سواء في زمن الشاذلي بن جديد أو حتى في زمن عبد العزيز بوتفليقة. أيضا يعني كانت غائبة هذه الفقرة، لماذا العودة إليها؟ لماذا أن نقلب أوراق الماضي؟ ثم أن هناك حصلت حروب كبيرة في العالم، يعني الألمان احتلوا فرنسا في عام 1940، وبعد ذلك في عام 1945 عادت العلاقات، والآن العلاقات بين ألمانيا وفرنسا على أتم وجه، وهناك الوحدة الأوروبية وتستطيع أن تذهب بالسيارة دون وجود حتى نقاط حدود. طيب. علينا أن لا نعيش، لكن العلاقة ما بين فرنسا وألمانيا قائمة على الاحترام والندية، وما أفهمه أن الجزائر مثلا على وجه الخصوص ترى أن المشكلة في هنا السلوك الاستعلائي وعدم الرغبة في التعاطي مع الندية، نفس المشكلة التي حدثت وقت الزلزال وإصرار ماكرون أن يخاطب الشعب المغربي ولا يخاطب سلطته وكأنه هو الذي يحكم البلد. التاريخ الاستعماري والعقلية أو الذهنية الاستعلائية واضح أنها مشكلة. يعني هناك لا يوجد كمال في هذا، يعني في العلاقات الدبلوماسية هناك أخطاء تحدث، ولكن تحميل الخطأ وتفسيره بطريقة أو بأخرى هو هذا. يعني هناك أيضا من يصب الزيت على النار في هذه القضية، يعني هناك من يشعل هذه من صحفيين من كتاب، يعني عندما نطالع الصحف سواء في الجزائر سواء في المغرب هناك قضايا حقيقة تحمل أكثر مما هي في الحقيقة موجودة، يعني يحملوها الكثير. أعتقد أن الدبلوماسية الفرنسية في هذا الموضوع خصوصا مع بلدان شمال أفريقيا مع البلدان العربية، يعني هناك هي حددت حجر الزاوية. القضية الصحراء الغربية الآن هي حجر الزاوية سواء للجزائر سواء للمغرب في علاقاتها مع فرنسا. ينظرون إلى فرنسا كيف تنظر لهذه القضية، وعلى هذا الأساس يتم التقييم، ثم التقييم يتشظى إلى مواقف يتم التصعيد من خلالها عريضة
وقعت داخل البرلمان الفرنسي تطالب ماكرون بموقف صريح من قضية الصحراء، بما أن هي هذه القضية التي تغضب المغاربة بالشكل الأكبر، وهو يبدو متردد. يعني لا أعلم هل هو لديه موقف لا يريد أن يعبر عنه أم ماذا. هناك مطالبات حتى من داخل فرنسا. هناك يعني حسب فهمي لموقف فرنسا، هناك موقف قانوني من قضية الصحراء، الموقف القانوني والقضية في الأمم المتحدة. يعني في عام 2007 عندما قدمت المغرب اقتراح الحكم الذاتي، فرنسا أيدت هذا الموقف، وهذا الموقف يحسب لفرنسا أيضا. فرنسا كانت من الداعمين الأوائل عندما كان لا أحد يدعم فكرة الحكم الذاتي. اليوم موقف فرنسا مربوط بموقف قانوني وليس سياسي، الموقف القانوني من الأمم المتحدة. هناك مبعوث خاص يعني ستيفن ديميتسورا، وهناك تقرير أممي سيظهر في الشهر العاشر. فرنسا لا تريد أن تستعدي الجزائر بهذا الموقف إرضاء للمغرب، ولا تريد في نفس الوقت أن تستعدي المغرب إرضاء للجزائر. فرنسا تحتفظ بعلاقات اقتصادية. هناك دول أخرى يا أستاذ هلال يعني مالت مباشرة لهذا الطرح المغربي وما زالت تؤيده، زي هولندا مثلا وألمانيا وإسبانيا. عموما خلينا نحاول أن نبحث المستقبل سريعا جدا. أريد أن أعرف رأي متابعينا على زوم، كيف يروا مستقبل العلاقات، وهل ستتجه إلى المزيد من التوتر ولا تتحسن؟ خليني سريعا جدا أسمع رأي مهدي، أرجوك يا مهدي في 30 ثانية، كيف ترى مستقبل العلاقات؟ قبل أن أتحدث عن مستوى العلاقات سيدي الكريم، أوجه إلى الشعب العربي وشعب المغرب العربي بأن يقاوم الفكر الذي لسيد هلال ضيفك كي نتحرر من فرنسا، فهو يقارن علاقة المغرب العربي بفرنسا بعلاقة فرنسا بألمانيا. يا سيدي ماكرون بعث بواخر الآن المغرب العربي لقتل المهاجرين السريين ولإيقافهم. طيب. وأنت تتحدث عن سيارة تمر من فرنسا إلى ألمانيا دون حدود. أنت غلطان يا سيد. أنت غلطان، هذه القوارب تخرج من تونس من صفاقس. هذه القوارب تخرج من صفاقس من تونس. من يرسلها هو قيس سعيد. تونس كما تعامل عامل ألمانيا. كيف يفتح الحدود؟ تحدثنا كيف يمكن فتح الحدود؟ مهدي ومفهوم أن المقارنة يعني ربما مقارنة. طيب مستقبل العلاقات سريعا بس، يتلاعبون بالفكر سيدي. يعني هو يعبر أستاذ هلال يعبر عن رأيه عزيزي كما عبرت أنت عن رأيك، ما فيش تلاعب ولا شيء، يمكن أن نختلف سيدي الكريم. على المغرب العربي على المغرب العربي أولا أن يلغي اللغة الفرنسية. طيب. كي نتقدم ونتحضر. طيب مفهوم يا أستاذ هلال، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. مستقبل العلاقات ما بين الجانبين سريعا، ستبقى متوترة بعد نوعا ما لكن لا نصل القطيعة. أنا كما قلت لك ضعف الخطاب العربي أمام فرنسا جعل منها أن تواصل خطابها الاستعلائي والعنصري والاستعماري. لا تصل إلى القطيعة، تتوتر العلاقات، ما زالت تتوتر أكثر. هل تتفق يا أستاذ عادل مع ما قاله أستاذ محمد؟ هل تتفق يعني لن تقطع العلاقات لكن ستبقى متوترة؟ أستاذ عادل هل تتفق؟ لا، إذا تأسس اتحاد مغربي سوف نكون مع فرنسا ند أو سوف نقطع العلاقة بهذا أن يصدق شيء. هذه معضلة أكبر، يعني اتحاد مغربي في وقت نعلم جيدا حجم الشقاق الرهيب ما بين الجزائر والمغرب مثلا كدولتين كبيرتين. أستاذ هلال مستقبل العلاقات أنت كيف تراه؟ هل سنستمر في هذا الشد والجذب والتوتر ولا سيستقر ولا ستقطع؟ يعني بداية أحب أوصل رسالة أنه العلاقات تقوى، الدول تقوى بتقوية مواطنيها من الداخل. يعني اليوم نظرة سريعة على تعامل هذه الحكومات وهذه الدول مع مواطنين هذه البلدان تعطينا فكرة أن المواطن في داخل هذه البلدان هو قيمة ليست أصيلة أو هو
يعني ليس له هذا ذلك الاعتبار الذي يجب أن يكون للمواطن. لذلك اليوم عندما نبحث عن علاقة الند بالند علينا أن نحترم المجتمع الذي يكون هذه الدولة والمواطن. يعني بعض الدول لديها دخول عالية جدا من الأموال، ولكن دخل الفرد يعني لديها فائض تجاري كبير، وهي دول غنية على فكرة على مستوى قارة أفريقيا أو على مستوى الدول العربية. طيب. ولكن دخل الفرد هو أقل حتى من الدول الفقيرة. هو كل هذا مفهوم هنا على الجانب هنا الآخر يا أستاذ هلال، لكن أنا أريد أن أعرف رأيك أنت على الجانب الفرنسي، لأن فرنسا خسرت بالفعل النفوذ في إفريقيا. نعم. وانحصر كثيرا. هل تقوى على فكرة خسارة النفوذ في بين الدول المغاربية كذلك؟ أنا على يقين أن هذه الدول تحتاج فرنسا كما فرنسا تحتاج إلى هذه الدول. لذلك العلاقات هناك مد وجزر على مدى التاريخ القريب. يعني لو رجعنا 100 سنة إلى الوراء سنجد الكثير، حتى وصلنا إلى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية في قضية المهدي بن بركة بين جنرال ديغول والملك محمد الحسن الثاني عفوا. لذلك أعتقد أن هذه العلاقات هي صحيح بين مد والجزر، ولخاصية فرنسا لدى دول أفريقيا شمال أفريقيا، أعتقد أنه لا يمكن قطع العلاقات نهائيا. ولكن هذه المشاكل وهذه التراكمات من الممكن أن تصقل هذه العلاقة للوصول إلى نتائج جيدة. هناك الكثير من المشتركات، هناك الكثير أيضا من 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 حملة الجنسيتين المغاربية والفرنسية. أعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى قطع العلاقات، ولكن إلى تهذيب هذه العلاقات وتحسينها، ولها مستقبل كبير إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، يعني تقوية العلاقات وتحسينها وليس قطعها. بشكرك أستاذ هلال العبيدي الصحفي والباحث السياسي، كان معي من باريس. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لكل من تواصل معنا واشترك معنا في البرنامج سواء أونلاين أو على زوم كذلك، ولكل ضيوفي. الحديث المباشر انتهى. تحياتي، أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.